طبيعي الله بعدين كي بشي فبرايو بلوغي سنت كان دقالك قبل كسول أو سعودم مع المكوبان وهي قيل الميديا أو دروسين سومالي لان أي دقالك كلوك الميسي خسارة بحد وين أو كسر رياف في الشدة دينا عهر جيسة تالي كاران مركا لقاها اللي دينا عدقالها أو دقالك أو سبان وشيدان دونا إلا عدقالها إيا سنود كسو أو كتر تجابك موادنين تكون نول مقالوين كسومالي لان يسيدو كلين دقالك اللقاو كل مدونة جنبي لتري سومالي لان وحي هادا قرتين سدح قول در رئيس كون راعين كواسو كرام ملتري هان عيدن كواتشبين هوبكي والاقا قاتي وقت دير ايه قيبتن كو قادنا يساين سومالي لان دبو بابشو سياسة هان سومالي لان واردب ايه قرسان تاين ايه وچبتي تيغانا دي ايكد دقال لما يساي ايه اساسي خاتمو والاقا ساري ما ملكا مدح بنان عرقت دي ايه ايه لغي هرقليي كاسو يول كيسو يهي سومالي ميده او هرقيسا او هاي دمشا ان داو على هين يا اقصى الدحاض واهمتك وقو مهمسان اهنا دينا عدا قالها وحي سومال لان شاكتين دباتة دقالي اكسو قارتي دقال كاسا يساطي ان خسنا دوهو اي فاروق يهين كباشادونا ايو ادو عدك تهي وادوك تين وحو عيدن كان نكو دعاي وحمالي كاسا دقال كان نقب حيال 11 مليون او دولار دقاليه ان اد ايو هوس امري عيور وزير كمالية دا سعد على شريعو كتواب يسو آلهيد محا دقالها اللو قرش قريه هدي آن لاس عانو اللحين عيدن كينا سو تبين واسوال ايسان ولي سومالي لان ايا مدح يدو جواب عدو هينين وايسا كلاو جوابها قدها سومالي لان آن لو هين ايتاي برار قبودها دادكا كتشرا اولا دباتيسان دقالة بربر باسان او كود عاي دقالها ديگان داس سابتو قوينة واما ملحما آسيد اللو ماريه هنتدي شعبكا وزيرك هرمرينة سومالي لان سعد على شريع ومالما كور وربانيتو قدها الله اللي اياشي اغاي ان خسارها دقالة امام الكسو قاري او كلفة انساك حد الله تقو لكن سعد وحا وديدي انو بحية فافاهن دي رعبا مركا لغا ريبا قرشة دي ساهن دقالو هسيحو قنو هوبتاي سومالي لان او سنتي دولان كي اسرائيل لغو قابي يكي سول اي ايضا لوغات كادي سومالي لان اياس بربردق غوصو دعا دقالة اي ديگان دي ايضا كي يمد قرب لكتاي weerarkii kooxaha waska caabinta ee Falastiin ay ku qaadeen Israa'il 7 bisha Oktoobar ee na dhaaftay kaasoo galaaftay hoos u dhici ugu hooseeyay ee ay wajahaan suuqyada Israa'il maalgashiga gudaha iyo hanaanka dhaqaalaha ee maamulkaas waxa uu gaaray halkii ugu hooseeyay weerarkii Israa'il lagu qaaday bilowgii bishii hore dunidu way la argagaxday lamana filayn in kooxaha Falastiin ay fulin karaan weerar bay xadaas leh sidaasi si la mid ah 25kii Agoosto ee sanadkan cidna ma suureysan إن سومال لان ساعدة كوبان قده هاد لوغة ساري دونو ديگان سيديد بلوت اي دقالة كسعودين داد كيسونا اي دلبنا يان انسان نبدا عيدن كسومالي لان لوغو عشو ديگانة دا حدود كا تاريواز بربرنقا او قزا ايا لاس عانو كسميي وزير كماليا دي سومالي لان هرگيسا وي دي دي بلوغي اني قراتا دقال كسول اني كوچبتاي مرن هبامي سياسي هادي اريا كفوق حقا دا مصر حتى اللا اي قاتل مدح دا ديگانة داس اني بلشو دا كود دا moogtaan in dr shafi aadan dirir loo aqoonsaday dhaqtarka qallimada ugu wanaagsan dalkeena Soomaaliya ahna dhaqtarkii ugu horeeyay ee dalka ka fuliya qallimada casriga ah ee laserka oo heegan kugu yahay isbitaalka shafi ee magaalada Muqdisho laakiin isla hadda mas'uuliyiinta sare ayaa bilaabay inay runta wajahaan oo dadka ay u sheegaan in la jabay hay'adaha dhinaca kale waxa ay sheegayaan hadalla abuuri kara in markala ay dhinacyadu dagaalamaan Soomaaliland dowlad xaraashay ma u keenin karaan saddex gool oo qirsan tahay inay weyday madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maalmo ka hor u sheegay xubnaha golahiisa wasiirada qaar kood u qaabilsan dagaalkan inay ka hor bisha Maarj sameeyaan laba talaabo oo uu sheegay in dhankooda iyo diilo waabuurayso taasoo mid ka mid ah ay tahay in la sameeyo isku day weerar kadib marka la dhameystiray hanaan difaac oo mabeeladyo la aruuriyay bilihii la soo dhaafay ay dhameystaan tababar degdeg ah Biixi ayaa labadii bilood ee la soo dhaafay biiciyay inta badan dhulkii danta guud ee Hargeysa iyo deegaanada kale ee Soomaaliland ku yaalay yoolka uu weyn ee lacagta loo aruriyay ayaa ahayd in lagu dagaalo markana laga sameeyo dagaalo gobolka Soola inkastoo uu bucda lagu kala qaybsan yahay haddana tan xaqiiqada waa in madaxtooyada Soomaaliland aysan wali qoys ka joogin xaalka gobolkii awooda looga saaray oo ay waqti badan gelinayso inay ragal culin dagaal sameeyso laakiin ciidanka oo laas aanood u jira 4 kilometir inay ku qabsan waayeen dagaal 8 bilood socday inay masaafo dhan 150 kilometir iyagoo jira ku xaqiijin karaan qabsasho ila xuduudda ay Soomaaliland sheegataa waa arrin aan sahal ahayn xaraashka dhulalkan dhaqaalaha laga sameeyay inay Soomaaliland u horseedi karto gool military mid dhaqaale iyo mid siyaasadeed oo ay ka gaarto dagaalka ay sheegtay in saddexda dhinacba ugu guul daraysatay lama garanayo
كوحوكا لدوان واحي فاسترهان شيقيان إني هرقيسة بحينيسو عشران لاقون هالك اللي قديكتي يو نوع قول لوغي هلا يبع سياسيين تردحي إسو مالي لان أسوافتشي لارون تروا حتى الله يقل كهذا الكور باهنتا مسؤولين تمامولكا يكو حزب يضا معارض كإسو مالي لان هال دور كبلشادة دحي يضا مقع عكولي يو حتى حمناها كدر روما دحوين ببيحي أيا كقول درريسة إني أسوافتشيان واقع الرنطة إهورتو ديال يو ورك ورباهنتا إكشيغيان حمنا يكمل دين سياسي عبد القادر شرد أولوجت رياضات كأقوى حقلسان إجودها الصومالي الآن حبينا كحزب جو الدنيا وهو مال مكهر شجعين دجال كو دبر ديران أيو أو آدي وجه قال بعد لكن إذا شرد أيادنا عكرار رميسان إنها فائدة لقى كين كن دجال على الجلو ده شو قد يجان دودي أيضا على قانون يول كو حوي هاي سدوا كل حمنا حل بنا أو معارض كترسان أيا كود علا إن كنا وحمد أيو دونستن يدعى يو واقع الرنتا sida ay ogaatay geelan media masuuliyiin ka tirsan xukunka madaxweyne Biixi ayaa ku diidanay la isku dayeen marka la laado jidka xoogga iyo xabada kaas oo ay sheegeen in Soomaaliland oo ka awood badan sida ay maanta tahay ay ku guul ku gaari weyday laakiin aragtida isla xubnahaasi warbaahinta ka sheegayaan ayaa ka durugsan aaminsanaanta miisaska wada xaajoodyada ay kaga tiraabaan Soomaaliland dhabta iyo xaqiiqada ma loo degi doonaa ugu dambeyn kasoo ay arrimahan ay ku kala duwan yihiin dhinacyada faalaynaya haddana tan xaqiiqada ee la isku raacsan yahay waa in hal doorka foolaadka siyaasiga kursiga ka maqan iyo madaxda Soomaaliland ee talinaysaba ay isku aragti ka dhigila ay yihiin runta iyo waxa la jeclaan lahaa iyadoo sababta ugu ballaaran ay weli ka dhuumanayaan ay tahay wajiyada xaqiiqada in dadka deegaanadaasi si qaatuma ay tashadeen noqdeen maamul gaar ah diyaarna xagga Soomaaliland u leeyihiin weliba daris wanaag sida ay sheegeen mas-uuliyiinta laascaana ku sugan iyo ismada deegaanadaas oo maalmo ka hor ka hadlayay مقالة بوها اللي قبل كعينا قلت عاد ماذا قرانا لما كانوا كسر بحني مش اللي هذا شيء قديم عداني أردت ليش تكمل كذا يعني سوق عدني أنا بول توصل كمان كان يقول ريب الحين تريف بوها وعرنا كاري كعري وعرنا بويد بكعري وعرنا شركة كعري وعرنا سوبي كعري وعرنا فسع دوطان بكعري وعرنا سارعين كوسر ربورت كعري وحوا قنيسين نوك حب حيانه ولا يقني صوت وصاد ما هي هرسل ويدلو ولا ما خي ما يدوك خاري ليري سخسرو لي كوهر هنا هذا ريال وما يدوك خاري ما هو سخان ستونا سلين تونا مقص تجدي يكون نوم مقرين وإني صصر عطيا ها إني صصر ولي بعدين واحد يقول أنا خروص وكحية دي ولي بعدين أنا ينوق في سند أنا إنه كوس صصر أنا هذا اللي دخل يدخل خلاص تشوي ده كورين أنت كده